بسم الله يا أمير المستضعفين واسم الجبارين أمير الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، والذي الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. يأتي هذا اليوم وشعبنا سائر ضد الغزاة، ضد الغزاة المحتلين الذين اغتصبوا أرضنا ونحن وطن كريم وحرم وأدين، وثلاث صوت بعون الله تعالى وفضله وبفضل ثورة شبابنا المقاوم البواسل وإيتافات الزينبيات الحرائر، ثورتنا مسجدة من قبل الله سبحانه وتعالى والمولى صاحب العصر والزمان الإمام المهدي